ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب دايما تبقوا بصحة وسعادة وهنا العمر كله. انا بقى النهاردة جايين ايه لاطفالنا الحلوين الجمال. احنا اول حلقة عملناها لمين؟ للطفلة مكة اللي فتحت ولقت لعبة حلوة وجميلة. دلوقتي بقى هنفتح مين اللي هيفتح بقى اللعبة التانية؟ ما نعرفش برضو لعبة ولا هي يا ترى ايه؟ اول حاجة نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وبسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الحلقة الحلوة الجميلة مع مين؟ اسمك ايه يا قمر؟ سما. سما انت في سنة كم يا سما؟ اولى. يا عسل يا سما، انت لسه صغنطوطة، انت في سنة اولى؟ عسل يا سما. قولي لي يا سما، انت بقى هتجيبي الكيس اللي بيطلع فيه الهدايا؟ ها يا سما، وبيعجبك؟ ماشي يا سما، اتفضلي الكيس ده هتفتحيه وتقولي لنا. بس قبل ما تفتحيه يا سما، انت عايزه في الكيس ده يطلع لك ايه؟ عايزه يطلع لك كوتشينه. اشمعنى الكوتشينه؟ انت بتحبي اللعب يا سما؟ ما بتحبيش تذاكري؟ بحب طبعا بتحبي تذاكري؟ طيب قولي لي يا سما، يعني انت دلوقتي هنفتح الكيس ده لو ما طلعتش كوتشينه هتزعلي؟ لا طبعا. مش هتزعلي؟ طيب يلا نسمي بسم الله ونفتح الكيس بتاعنا. افتحي يلا، اجمدي جامد شاطره. بسم الله، طلع لك ايه بقى؟ طلع لك ايه؟ افتحي افتحي كده وورينا طلع ايه. يلا افتحيها، طلعيها من الكيس كده وورينا هي طلعت ايه. ايه دي بقى يا سما؟ ايه احنا مش شايفينها؟ ايه طلعت معاكي؟ وريني. بصي بقى دول ايه يا سما؟ دي لعبة هنشغلها ونقول هي فيها ايه. ورينا الشيبسي اللي فيها شكلها ايه. افتحي ايه، طلعي واحدة كده وورينا. دوقي بقى كده وقولي لنا رأيك ايه. حلو، هتجيبي منه تاني؟ طب اللعبة بتاعتك طلعت حلوة يا سما، طلعت بتنور، ايه رأيك بقى؟ هاتيها كده الناحية دي وريها لنا، ايه رأيك؟ حطيها كده، ايوه على ايديك الحلوة دي، ايه رأيك؟ ايه ده يا سما ده؟ ايه ده هي بتنور كده ليه؟ ايه دي يا سما؟ بصوا والله لعبة جميلة، هاتي كده حطيها هنا يا سما. بصوا يا جماعة والله حاجة جميلة قوي. لو انت عندك طفل صغير شكلها جميل، انت لو هتحطيها جنب التسريحة او على ترابيزة او اي حاجة، هي على فكرة بتطفي وبتنور، يعني لعبة جميلة. بصوا يعني يعتبر هتاكلي وفي لعبة جميلة هتستخدميها لأي الأطفال. الأطفال حلوة بتحب الألعاب، حتى لو طلعتش بتنور برضو هتعجبهم. قولي لي يا سما، هتقولي لاصحابك ايه؟ هتسلمي عليهم وتقول لهم اصحابي حبايبي؟ هتقولي لهم باي؟ انت كده خلاص يعني هتقفلي معانا؟ ايه يا سما البنطلون ده هو كله عليه رجلين كده؟ ايد دي ولا رجل يا سما؟ شاطره يا سما، كف صح كده؟ شاطره يا سما، انت شاطره فعلا؟ هنعرف انت شاطره ولا لا؟ هنجيبك مره ونقعد ايه؟ نسألك شوية أسئلة. ماشي يا سما؟ إيه رأيك يا سما؟ أنا حبيتك، إيه رأيك؟ أنا حبيتك أوي. إيه أنت مش عارفة تتكلمي ليه؟ ده أنت تعرفي تتكلمي يا سما. خلاص إحنا على العموم، أنت فرحانة؟ طب الهدية بتاعتك، امسكي هديتك كده. أنت فرحانة بيها؟ فرحانة بيها عشان بتنور يا سما؟ طيب ماشي يا سما، قولي بقى لحبايبنا إلى اللقاء. قولي لهم إلى اللقاء في حلقة جديدة بلعبتك، وريهم لعبتك كده وقولي لهم إلى اللقاء. بصوا معايا بينور، بصي قولي لهم كده، قولي لهم معايا لعبة بتنور. إلى اللقاء في حلقة جديدة. ماشي يا سما.